اهلا بيكم معانا في ميدليرن في الفاست ميد ريفيو. ودلوقتي هنتكلم سريعا عن السمري بتاع الروماتويد ارثرايتس. بنقول كديفينيشن اتفقنا دي كرونيك انفلاماتوري ديس اوردر افكتنج مينلي السمول جوينتس ايه بتاعه الهاند زي ما شايفين ايه في الرسمه. الايتيولوجي بتاعها كان انون اساسا، ولكن في بيتقال ان ايبشتاين بار فيروس ممكن يمسك في حاجه اسمها تي سيل ريسبتور على سطح التي سيلز ويتريجر سم فورم اوف اوتو اميونيتي اجينست ايه الانتيجنز بتاعه الايه البودي ذات نفسه. كميكانيزم اتفقنا بيبقى فيها حاجه اسمها الروماتويد فاكتور بيتكون، وده اميون كومبلكس مجعلص كده كبير، قلنا ده اي جي ام بيتخلق اجينست ايه اوتولوجس اي جي جي، يبقى اي جي ام ماسك في اي جي جي وماسك بالذات في الاف سي ريسبتور هو بيتكون ضده، يبقى عشان كده ده عباره عن اي جي ام الروماتويد فاكتور اجينست الاف سي ريسبتور اوف اوتولوجس يعني ذاتي اي جي جي. الكومبلكس اللي بيتكون ده هو او الروماتويد فاكتور ده بيبدا يترسب ايه في التيشوز زي الجوينتس ويعمل ايه الانفلاماتوري ايه رياكشن، اللي هو بعد شويه من الانفلاميشن والدمج بيبدا يحصل سم فورم اوف ديفورميتيز زي الايه الباتونير ديفورميتي او باتون هول ديفورميتي. مشهور ان الجوينت بيبقى سوالون من الانفلاميشن وفي بانس فورميشن اللي هو عباره عن لاير بتدخل بين الكارتلج والبون تفصل الكارتلج وتعمل دامج فيه وتنتهي بسيفير ديفورميتيز. بون ايروجنز بيحصل جامد قوي من الانفلاماتوري رياكشن والفاسكولاريتي العاليه والميدييتورز طلع بون ايروجنز، وممكن قلنا يكون روماتويد نوديولز تتخلق ككرونيك انفلاماتوري ريسبونس ورياكشن حوالين الليجن، ممكن يتكون ايه روماتويد ايه نوديولز في السكين. الاعراض اتفقنا ليها ارتيكولار واكسترا ارتيكولار مانيفيستيشنز، وقلنا الارتيكولار مانيفيستيشن اشهر حاجه هتيجي فيها في الهاند، واساسا هي بتاخد تقريبا كل المفاصل هنا ما عدا الديستال ايه انترفالنجيال جوينتس ما بتاخدهاش، دي بتاعه الاوستيو ارثرايتس اللي ياخد الديستال، لكن هي بقى بتاخد بروكسيمال انترفالنجيال جوينت الميتاكاربوفالنجيال جوينت والريست بيتاخدوا انيشيالي بتبريزنت بايلاترال سويلنج اوف بوث هاندز، دي اشهر مانيفيستيشن للروماتويد. هاويفر اذر جوينتس ممكن تتاخد، يعني الني جوينت ممكن يتاخد، الانكل جوينت، كل دي ارتيكولار مانيفيستيشنز، الشولدر جوينت حاجات الكبيره، وفي حاجات صغيره زي الكريكو اريتينويد جوينت ان هوت وده is very dangerous، والتيمبورومانديبولار جوينت ايه كمان ايه يتاخد، والاتلانتو اكزيال جوينت ممكن يتاخد يحصل فيه سبلكسيشن ويعمل كوادريبليجيا، يعني ممكن تنتهي بمأساة، ولكن هي اساسا بتبدا بايلاترال سويلنج اوف بوث هاندز، هو ده الفاست ماجوريتي بتبقى ايه محدوده على شويه جوينتس زي ما شفنا. الاكسترا ارتيكولار مانيفيستيشنز متعدده الحقيقه، يعني من جنرال فيتشرز بتاع انفلاماتوري رياكشن موجوده زي ويكنس وايزي بروزابيليتي انوركسيا ويت لوس، ممكن يحصل اتروفي في الاكسوكراين جلانز بتاع البودي اللي هي السكه سندروم، تلاقي دراي اي دراي ماوس دراي فاجينا، السكليرايتس ممكن تحصل في العين في الروماتويد انها بتدمر العين نفسها، بلوريزي وبلورال افيوجن واخدناها في الشيست لما تسمعوا موضوعات، وانترستيشال بالمونري فايبروزس كرياكشن برضو اميون رياكشن في اللنج ممكن يحصل، تاثر على البريكاردايتس وبريكاردال افيوجن ينتج عن ذلك، ممكن تضرب الفالفز نفسها بالاميون دامج وتعمل ايه اورتيك ريجيرج، بيجمنتيشن وايزي بروزابيليتي في السكين ممكن تتم من الفاسكولار افكشن بتاعها، سبلينوميجالي ممكن نلاقيه معاها كرياكشن من الاميون رياكشن اللي حاصل جزء منه سبلينوميجالي، ممكن سبكوتينيوس نديوز لها جنراليز ليمفادينوباسي كرياكشن من الاميون سيستم رياكشن حاصل، مايوسايتس انفلاميشن في المسلز، وريرلي بريفيرال نيورايتس ممكن نلاقيها لانها تعمل فاسكولايتس في الفازا نيرفوزا اللي بتدي المايلين شيث للنيرفز، فالفاسكولايتس في الفازا نيرفوزا ده هي تأثر على الفانكشن بتاعه النيرف يعمل دي مايلينيشن ويأثر فيها يعمل بريفيرال نيوروباثي، التارسال تانل سندروم برضو زي في الفليكسور روتيناكيلم
في كاربال تانل سيندروم ممكن هي برضو تأثر في الانفلاميشن ويحصل الفليكس روتيناكلم نفسه في المنطقة دي يبقى ثيكند وتعمل ايه تارسال تانل سيندروم، وبرضو ممكن يحصل كاربال تانل سيندروم معاها كمان عشان ايه ما ننساش يعني مش دي فقط، لا ده في الهاند هي ايه اساسا بتأثر على منطقة الهاند. فيبقى اساسا هي ارتيكولار واكسترا ارتيكولار مانيفيستيشنز، والارتيكولار دي ها بتقولنا يوجوالي بتسيب الديستال انترفرنجال اي جوينت. الدامج في الجوينتس مده طويله في الهاندز بينتهي ب ويل نون ديفورميتيز، مشهوره قوي ان يحصل ال كذا حاجه منها مثلا سوان نيك ديفورميتي اللي هي الديستال بارت عامل كده، بس هو مش عامل كده عشان المفصل ايه افكتد الديستال انتر، لا عشان حصل بروكسيمال سبلكسيشن في او بالمر سبلكسيشن في البروكسيمال انترفرينجال جوينتس، فيتزق كده يشد على التندون يقوم شادد على طرف الصباع كده هوت ويعمل ايه زي رقبه البجعه سوان نيك ديفورميتي. والرسمه هي ان هو بالمر سبلكسيشن في البروكسيمال انترفرينجال جوينت اهو بالمر سبلكسيشن وشادد على التندون ام تاني الديستال انترفرينجال جوينت، هو مش افكتد جوينت بس التندون مشدود بالبالمر سبلكسيشن ده فعامل سوان نيك ديفورميتي. ممكن ألنر ديفيشن يتم في الميتاكاربوفالينجال جوينت ألنر ديفيشن، والريست نفسه بيبقى فيه راديال ديفيشن فبيبقى عامله زي زد شيب كده هوت. الباتون هول ديفورميتي ممكن برضو تتلاقى في الثمب، وده طبعا كل ده ليت ستيج اوف روماتويد ان يحصل الديفورميتيز ايه في الهاندز. النر ديفيشن على مستوى الميتاكاربو فالينجيال جوينتس هو ده من ايه من اشهر ايه الحاجات، خدوا بالكم هو في اي موقع مش في الريست، في الميتاكاربو فالينجيال ايه جوينتس. الانفستيجيشنز اتفقنا الروماتويد فاكتور ممكن طبعا نلاقيه بوزيتيف، اكس راي بنلاقي كاركترستيك اللي جاكستا ارتيكولار اوستيوبوروزيس ها حوالين الايه دي النورمال اكس راي، هنا هتلاقي ايه حوالين المفاصل في اوستيوبوروزيس. انيميا من الكرونيك سبريشن من الانفلاماتوري ريسبونس اللي حاصل بيسبرس البون مارو وممكن يحصل سبريشن ده يعمل سام فورم اوف انيميا تبقى نورموسيتيك نورموكروميك. الاي اس ار مع الانفلاميشن بيبقى عالي اليفيتد، اي جي جي واي جي ام روخر بيبقوا اليفيتد. يعني هو مع الاعراض بايلاترال سويلنج اوف بوث هاندز في ميدل ايج في ميل وبوستيف روماتويد فاكتور والاكس راي المشهوره بتاعتهم جاكسترا ارتيكولار اوستيوبوروزيس وانيميا اي اس ار عالي، كل دي ايه انفستيجيشنز ممكن نلاقيها في الروماتويد ايه ارثرايتس. العلاج اتفقنا بنبدا بنون ستيرويد الانتي انفلاماتوري، بركزها هنا عشان ما فيش حد يقول ابدا استيرويدز عشان دي مهمه. نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري فشل نقلب على ميثوتريكسات ها بسمول دوز بيتاخد، فشل بنقلب على الجولد، فشل ممكن نجرب الكلوروكين. الكورتيكوستيرويدز ليها موقعين في الاكيوت اكزاسربيشن بتاع الروماتويد يس يو كان جيب على طول الكورتيكوستيرويدز لو اكيوت اكزاسربيشن جامده او اكسترا ارتيكولار مانيفيستيشنز حصلت انت عاوز تحمي بقى الهارت والعين وحاجات في غايه الخطوره في اي اكسترا ارتيكولار مانيفيستيشن ممكن ندي ايه ستيرويدز. يبقى في تو انديكيشنز ستيرويدز اكيوت اكزاسربيشن وجود اكسترا ارتيكولار مانيفيستيشنز. الميثوتريكسيت الحقيقه قاعده مهمه قوي نيفر جيف سلفا ويز ميثوتريكسيت، مش العيان يجي له انفكشن مثلا تقوم نديله سلفا نيفر مع الميثوتريكسيت لان بوث بيعملوا فوليت انهيبيشن بيعرف فوليت انهيبيتورز فده ممكن يعمل سيفير بون مارو سبريشن. يبقى العيان اللي على ميثوتريكسيت لو جاله انفكشن ها نيفر تستخدم معاها ايه السلفا نيفر عشان دي ممكن الاثنين بينهبت الفوليت ممكن يعمل سيفير بون مارو ايه سبريشن. بالنسبه للادويه اللي بنستخدمها النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري ممكن سايد افكت جي اي تي بليدنج، عشان كده في دكاتره ينصحوا اد اتش 2 بلوكر ليها او يوز الكوكس 2 انهيبيتورز اللي هم ايه ما بيأثروش قوي على الاستومك. كلوروكين لو هنستخدمه لازم نعرف انه ممكن يعمل بيجمنتد ايه زي الصوره كده ريتينايتس في الايه في العين، وعشان كده اي عيانه هتستخدم كلوروكين لازم نعملها ريبيتد اي اكزامينيشن، ده مانداتوري ده اساس سواء عيانه او عيانه يستخدموا كلوروكين في الروماتويد كلونج تيرم كده لازم نعمل ريبيتد اي اكزامينيشن عشان موضوع الايه
البيجمنتد ايه ريتينايتس اللي قلناه ده. الميثوتريكسات كقاعده نستخدم فيري لو دوز في الروماتويد، سمول دوز 10 ملي جرام بير ويك، ودي الادفانتج بتاعته، عامل امبروفمنت كويس قوي بدوز صغننه قوي، ايه 10 ملي جرام بير ويك دي. الجولد ثيرابي وساعات اقل كمان من كده، بعض طبعا الدوزز بتختلف من ريجيم او يعني سكول للتانيه. الجولد ثيرابي لما نستخدمه كان كوز بون مارو سبريشن ونفروباثي، عشان كده اي عيان او عيانه يستخدموا الجولد لازم نعمل ريبيتد بلاد كاونت ومونيتور ايه اليورين بروتينز. طالما بيعمل نفروباثي ها ممكن يعمل دامج بيزمن برين ونفروتيك سندروم، ها نعمل ايه نميجر اليورين ايه بروتينز عشان الجلوميريولوباثي. يبقى انا العيانين الروماتويد دول اخد بالي، ها اتفقنا بنبدا معاهم نان ستيرويدال، يلي الميثوتريكسيت، يلي الجولد، يلي الكلوروكين وكورتيكوستيرويدز اونلي لو اكيوت اكزاسربيشن او اكسترا ارتيكولار مانيفيستاشن. وكل دواء من دول له ايه تاتشز معينه، في سواء كلوروكين بنعمل ريبيتد اي اكزيمينيشن، الجولد بنعمل ريبيتد بلاد كاونت، والمونيتور ايه اليورين ايه بروتينز. وبكده بنبقى خدنا ملخص سريع للفاست ميد ريفيو بتاع الروماتويد، وننقل ايه على موضوع تاني باذن الله، وشكرا جزيلا.